ضمن احتفالات الكنائس العالمية بعيد ارتفاع الصليب المقدس، أقيمت في الكنائس الأردنية القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة بحضور لفيف من الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. يعد الصليب المقدس من العلامات التي يعتز بها المؤمن المسيحي، ويتجلى ذلك في حياته اليومية، فنراه يرسم علامة الصليب في كل وقت كان، في الأفراح والأحزان والآلام. يرتبط عيد رفع الصليب المقدس بذكرى استرجاع خشبة عود الصليب الذي علق عليه الرب يسوع المسيح، فأصبح رمزاً للفداء والقيامة والمجد. تخبرنا الأناجيل أن اليهود طلبوا من بيلاطس صلب يسوع، فخرج المسيح حاملاً صليبه إلى الموضع المسمى الجلجلة. ومن الثابت أن يسوع مات على الصليب، وبعد موته اهتم يوسف الرامي بإذن من الوالي بيلاطس البنطي بإنزال جسد المسيح ووضعه في قبره الخاص الجديد. وبعد 300 عام من دفن السيد المسيح، ذهبت والدة الملك قسطنطين القديسة هيلانا إلى القدس تبحث عن صليب المسيح، وعندما سألت عن الأمر أخبروها بأن الصليب مدفون بالقرب من معبد فينوس الذي أقامه الإمبراطور إدريانوس، فأمرت بحفر المكان وعثرت على 3 صلبات. ولما لم تعرف أيهم صليب السيد المسيح الحقيقي، اقترح البطريرك مكاريوس أن تضع واحدا تلو الآخر على جثة أحد الموتى الذين كانت تمر جنازاتهم بالمكان في ذلك الوقت. فعندما وضع على الصليب الأول والثاني لم يحدث شيء، وعندما وضع على الصليب الثالث عادت للميت الحياة بأعجوبة باهرة، وبعد ذلك وضعوا الصليب على امرأة مريضة فشفيت في الحال. عندئذ رفع البطريرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها جميع الحاضرين فرتلوا يا رب ارحم. فرفعت القديسة هيلانا الصليب المقدس على جبل الجلجلة وبنت فوقه الكنيسة المعروفة إلى يومنا هذا، كنيسة القيامة. الرب قد ملك فلتسخط الشعوب. وبهذه المناسبة المباركة احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بحسب التقويم الغربي بعيد رفع الصليب المحيي المكرم، حيث أقيمت القداديس والصلوات الخاصة بهذه المناسبة. ففي كنيسة الصليب المقدس للاتين في منطقة إرميمين التابعة لمحافظة البلقاء، احتفل سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بقداس إلهي بمعاونة كاهن الرعية الأب فرح حجازين والأب رياض حجازين راعي كنيسة انتقال السيدة العذراء في الصلت، بمشاركة جوقة رعية قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي، بحضور المئات من أبناء الرعية والضيوف المحتفلين بتذكار الصليب. وفي عظة القداس تحدث المطران الشوملي عن الصليب المقدس وأهميته في حياتنا وعن محبة الله لنا حينما أسلم ذاته على الصليب طوعا. لماذا أصبح الألم ذبيحة خلاص؟ لأن آلام المسيح اقترنت بالطاعة، وطاعته اقترنت بالألم، والطاعة هي أفضل ذبيحة ترضي الله. اقترن الألم بالطاعة والطاعة بالألم، كما اقترن الحب بالألم، الحب اقترن بالصليب والصليب اقترن بالحب. وألم يقل القديس يوحنا: ليس من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. إخوتي وأخواتي، أصبح الصليب خشبة الخلاص بالنسبة لنا جميعا، ونحن نحتفل بالصليب ليس فقط مرة في السنة في مثل هذا اليوم، إننا نحتفل بصليب المسيح كل قداس. في كل قداس نحن نقدم لله الآب ذبيحة الصليب التي قدمت فداء عنا. نحن ننال الخلاص كل مرة نحتفل بالقداس، نحن ننال الخلاص كل مرة ننظر إلى الصليب ونقدم آلامنا مع آلامه. وأخيراً أريد أن نتذكر معاً العبارة التي قالها يسوع مشجعاً إيانا أن نحمل صليبنا اليومي مهما كان اسمه.
في إنجيل الأحد الماضي سمعنا يسوع يقول: من أراد أن يكون لي تلميذاً فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فمن صفات التلميذ الحكيم الفطن أن يتبع المسيح يومياً حاملاً صليبه بفعل طاعة وفعل محبة، فيكون صليبه خشبة خلاص، ويكون أيضاً تحمل صليبنا هو خشبة خلاص لنا. وكل عام وأنتم بخير. وبعد العظة وتقديس القرابين، شكر الأب حجازين سيادة المطران على تلبيته الدعوة والمشاركة بالصلاة، وشكر أيضاً الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن على تلبيتها للدعوة وتغطية الصلاة، حيث قال: نورسات هي رسالة النور والفرح لكل العالم، هذه الشاشة التي لا تفارق منازلنا وبيوتنا فهي تصحبنا نحو السماء عند الآب الأعظم. وفي الختام بخر سيادة المطران الذخيرة الحقيقية لخشبة الصليب الموضوعة داخل الكنيسة ليتبارك منها الجميع، موزعا الرمان على العائلات والأطفال في أجواء ملؤها الفرح والسعادة. وانتقالا لمدينة الفحيص في باحة بيت العناية الإنسانية التابع لراهبات الصليب، احتفل رئيس الأساقف المطران كير جوزيف جبارة بقداس إلهي بمعاونة الأب بولس حداد والأب عماد الإطوال وعدد من الآباء الكهنة، بحضور رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر وعدد من المسؤولين والراهبات وجموع من المؤمنين. وفي عظة سيادته تحدث عن الصليب حينما نقلته الملكة هيلانا وأشعلت النار، معلنة لكل المناطق المجاورة عن وجود خشبة الصليب المكرم. وهذا العيد يعيد في الكنيسة جمعاء، وهو يحيلنا إلى حدث تاريخي ظهر في مطلع القرن الرابع، عندما أرادت القديسة هيلاني والدة الإمبراطور قسطنطين أن تبحث عن العود المقدس الذي صلب عليه السيد المسيح، فجاءت إلى الأراضي المقدسة ووجدت هذا العود، ويقال أنه ثمة معجزة حدثت على يد أسقف المدينة المقدسة مكاريوس عندما وضع الصليب على أحد المرضى فشفي. ولكي تنتقل هذه المعجزة من مدينة أورشليم إلى القسطنطينية، بدأوا بإيقاد النار على كل الجبال، فوصل الخبر إلى القسطنطينية أن العود المبارك قد وجد، ولذلك لازلنا إلى الآن في كل مناسبة لعيد الصليب نوقد النيران إحياء لهذه الذكرى. هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد. هذه أول حقيقة في الحقائق المسيحية. تعرفوا في المسيحية عندنا ثلاث أسرار كبيرة، حتى يقدر الواحد يكون مسيحي بده يؤمن فيهم، وما بيقدر يكون مسيحي إذا ما بيؤمن بهالثلاثة. أول عقيدة، بده يؤمن بالثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. الله واحد أكيد، ولكن الله واحد وثالوث في نفس الوقت. هاي أول عقيدة. العقيدة الثانية، بده يؤمن بالتجسد، إنه الله أصبح قريبا للإنسان وقريبا منه من خلال تجسد ابنه يسوع المسيح. أما الحقيقة الثالثة فهي الفداء، وهذه الآية اللي سمعناها اليوم تتكلم عن الفداء. هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذن وراء الفداء كله سوى
هناك المحبة. وبعد القداس جرى زياح شارك فيه سيادته مع الآباء، حيث أوقدوا النار التي أصحت أيقونة عيد الصليب على مدى الزمان. وفي جبل عمان أقيم قداس احتفالي حاشد، وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك. ترأسه قدس الإرشمندريت نادر صاووق كاهن الرعية، وعاونه الأب وسام منصور كاهن كنيسة مار يوسف للاتين في جبل عمان. على الصليب طوعا أيها المسيح الإله. هذا وقد جسد الاحتفال حقيقة الوحدة الكنسية بين الكنائس الكاثوليكية، وإتماما لوصية المخلص كونوا واحدا. فقد تجمع أبناء الرعيتين معا في القداس البيزنطي للروم الملكيين الكاثوليك، جرى خلاله رفع النيات والطلبات على نية السلام في العالم أجمع. وفي عظة قدس الأرشمندريت صاووق تحدث للمؤمنين عن الصليب وعن سر الفداء العظيم، مشيرا بأن الصليب كان علامة للمسامحة والغفران وعلامة الانتصار على الشيطان وشروره، موصيا المؤمنين بأن يحملوا صليبهم ويتبعوا الرب يسوع إلى الحياة الأبدية. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أيها الأحباء، في عيد الصليب ماذا يعني لك الصليب؟ ماذا يعني لك الصليب؟ الصليب يعني أنك تتعب وتتحمل وتتألم من أجل الرب يسوع. تتعب وتتحمل وتتألم من أجل الرب يسوع، وكما قال لنا الرسول بولس: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله. لذا أيها المسيحي، في عيد الصليب المقدس أتوجه إليك بالنصائح الروحية التالية. أولاً، إذا كنت في ضيق أو حزن، ارفع نظرك إلى يسوع المصلوب وتذكر أن بعد الصلب والموت هناك مجد وقيامة، أي بعد كل صليب وزلزلة يعقبها دائما أفراح القيامة. ثانيا، كن مصلوبا لا صالبا، كن مصلوبا لا صالبا. إن كنت مصلوبا من أجل الإيمان والحق، ثق أن الله سيكون معك ويرد لك حقك، واعرف أن كل ألم تقاسيه من أجل الإيمان هو محسوب عند الله، له إكليله في السماء وبركته على الأرض. أما إذا كنت صالبا لغيرك، أي فيك عنصر الشر والظلم، اعرف أن الله سيقف ضدك ويعاقبك. ثالث نقطة، السيد المسيح بصلبه صالحنا مع الله الآب، فيجب علينا نحن أن نتصالح مع بعضنا البعض أين نحمل الحقد في قلوبنا. وبعد انتهاء القداس الإلهي، توجه الآباء مع كافة المؤمنين في مسيرة على أضواء الشموع وهتاف المؤمنين: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، من كنيسة السيدة العذراء إلى كنيسة مار يوسف، حيث كان الاحتفال بإشعال النار ومباركة ثمار الرمان. ويبقى الصليب مرفوعا فوق قمم أولويات المسيحيين، رمزا للفداء ومقياسا للتضحية، على الرجاء ساهرين في انتظار ذلك اليوم الذي نعبر فيه بالصليب من هشاشة هذه الدنيا إلى عظمة قوة الحياة الأبدية.